أبناء الطلبة في محاضرات سابقة كنا نتحدث عن الشركات في القانون التجاري، وتحدثنا عن شركة تضامن، وقلت لكم أنها شركة شخصية تقوم على الاعتبارات الشخصية تماما. لابد أن يكون الشركاء يعرفون بعضهم بعضا وعلى صلة وثيقة ببعض، كأب وزوجته وأولاده أو أصدقاء متضامنين. هذه شركة تضامن تقوم على الاعتبارات الشخصية. وقلنا في فرق بينها وبين شركة المساهمة. شركة المساهمة هي شركة أموال، أي تطرح اكتتاب في السوق والناس تطرح أسهم معينة محددة القيمة قابلة للتداول، وهذه الأسهم يقبل عليها الناس ويشتروها على حسب سمعة الشركة، وبالتالي هي شركة أموال. لا يهم الأشخاص يعرفون بعضهم بعضا. وكثيرا شركات المساهمة من المساهمين لا يعرفون بعضهم بعضا، وتنعقد الجمعية العمومية كل سنة لبحث الميزانية والشؤون المالية. على كل شركة المساهمة لابد الحد الأدنى فيها 3 أشخاص. المادة 505 من القانون المدني تقول الشركة يعني عقد اتفاق بين شخصين أو أكثر على القيام بنشاط معين من أجل الربح. القانون المصري لا يعرف شركة الرجل الواحد. شركة الرجل الواحد موجودة في القانون الإنجليزي، ولكن نحن اثنان على الأقل حتى تتكون الشركة. الكلام ده ممكن احنا تحدثنا عنه، بس ممكن نرجع له تاني واحنا بنحاول نلخص الموضوعات. الآن تكلمنا عن العقود، وقلت لكم العقد قبل كده المصدر الأول للالتزام. يعني ايه المصدر الأول للالتزام؟ يعني خلق الإنسان حرا كما يقول جان جاك روسو، ما لهوش أي التزامات ولا عنده أي قيود، ولكن أما بيكبر الإنسان في الحياة وبينخرط في الحياة ويبلغ سن 21 سنة يكون عنده آلية وجوب. هذه الآلية ممكن يلتزم، ممكن يدخل في تعاقد يشتري سيارة، ها، فيبقى في التزام إنه يدفع ثمن السيارة، والبائع التزام عليه إنه يسلم له السيارة أو يشتري شقة. هذه العقود يعني عقود مدنية، لأن الفرق بينها وبين العقود التجارية أو القانون التجاري، التجاري هو تكرار نشاط يكرره طبعا بقصد الربح. يعني يشتري سيارات يبيع، يشتري تاني ويبيع، كله بقصد قصد الربح. فعندنا عقد جديد ظهر مع التقدم التقني اللي موجود في العالم، وهو اسمه عقد التكنولوجيا. عقد التكنولوجيا ده مهم، وانا ارجو انكم تاخدوا عنه فكرة. انا طبعا راح ابسط المسائل وبديكم المفيد، يعني انا متوسعش فيه. عقد التكنولوجيا زي العقود الأساسية، الأحكام العامة والأركان العامة للعقد اللي احنا قلناها قبل كده. قلنا الأركان الأولية للعقد هم 3 أركان. الركن الأولاني اللي هو الرضا، لازم نكون راضين يعني إن احنا ندخل في هذا الالتزام أو ندخل في هذا العقد، يعني إرادتنا لا يشوبها إكراه ولا يشوبها تدليس ولا يشوبها ضغط يعني أو خطأ. بعد الرضائية دي المحل اللي هو ايه الموضوع اللي وقع عليه العقد. احنا بنعمل عقد ليه؟ ايه الموضوع؟ يعني عشان ايه يعني؟ ايه النشاط اللي رايحين نتاجر فيه؟ هل هو نشاط بيع فواكه، نشاط بيع خضروات، نشاط اسماك؟ عقد التكنولوجيا هو نشاط تقني، يعني نشاط تكنولوجي. والركن الثالث هو السبب، ان احنا بنعمل العقد ده بس ايه، لا نقصد الاضرار باحد. طيب نرجع تاني للعقد التكنولوجيا. عقد التكنولوجيا الاركان العامه فيه، الاركان الرئيسيه هي اركان العقد. اركان العقد
اللي معروفة، يبقى الرضائية. يبقى في عادة بتكون هذا العقد من دولتين، بين مستورد وبين مورد. يعني أنا موجود في جمهورية مصر العربية، بنزل على ألمانيا بجيب أو بحاول أجيب ماكينات طباعة، ماكينات طباعة حديثة، ودي تكنولوجيا حديثة مش موجودة عندنا وسريعة. وبالتالي أنا بعمل معهم عقد، إن هم مش يوردوا لي المكن. إذا وردوا لي المكن ده عقد بيع، وإنما عقد تكنولوجيا. هو بينقل الخبرات والمعارف التقنية في مصر على أساس إن أنا أنتج آلات، أو يعني في كثير جدا أنت بتروح مصالح حكومية تلاقي ماكينات تصوير. ماكينات تصوير دي عقد بيع، بنروح إحنا نشتريها أو نتعاقد من نجيبها من تشيكوسلوفاكيا، نجيبها من الصين، نجيبها من ألمانيا، نجيبها من أمريكا فقط وانتهى. ولكن عقد التكنولوجيا هو بيصدر لي معارف، أنا بتعاقد معاه على معارف ومعلومات، ويديني خريطة لهذه المعارف على أساس إن أنا هذه الآلات اللي أنا بستوردها منه بنحطها في البيئة المصرية، وبعد كده إن إحنا ننتج زيها. هو ده عقد نقل التكنولوجيا. عقد نقل التكنولوجيا، في الفرق كبير بين عقد نقل التكنولوجيا وعقد البيع. عقد البيع أن أنا بستورد من عنده تكنولوجيا معينة وانتهى الموضوع. ولكن عقد التكنولوجيا أن أنا بتفق معاه أن هو بيركب لي هذه التكنولوجيا، بيركبها لي في البلد اللي أنا منها، يعني بين مورد ومستورد. أنا مستورد، يعني هو المورد بيركب لي هذه التكنولوجيا، يديني خريطة للمعارف والمعارف والبيانات، إزاي هذه الآلات تشتغل، معارف فنية طبعا، ولازم يديها لي ويفهمني ويدربني ويدرب العاملين عندي على أساس أن هذه الآلات كيف تشتغل حتى تنتج. هذا هو عقد تكنولوجي. يعني أنا بنوطن، ناخد تكنولوجيا من عنده ونوطنها في بلد. إذا هو بيتكون من طرفين، مورد ومستورد. المستورد اللي هو الطرف اللي موجود في البلد اللي هو بياخد التكنولوجيا دي، بياخد المعارف والمعلومات دي على أساس إنه يوطنها في بلده، والمورد هو يوردها له، يوردها من عنده. طبعا لا يكفي إن هو يديله الآلات، وإنما المفروض هذه الآلات التقنية المتقدمة المفروض إن هو يعرفها، يعني يعرف إزاي تتركب. هو ما بيهموش النظرية، هو المهم يعرف، عاوز يعرف الآلات دي إزاي تشتغل، إزاي تتركب عنده وإزاي تشتغل. وطبعا عنده أفراد يروح، لازم هو ملزم المورد إنه يدربهم، ملزم إنه كل ينقل لهم المعارف التقنية حتى تشتغل أو حتى تعمل هذه الآلات الحديثة. إذن هو ملزم، إيه المحل بتاع العقد؟ إن هو المعارف اللي هي والخبرات، معارف الخبرات لإدارة هذه الآلات الجديدة أو إدارة التكنولوجيا. يبقى ده التزام على البائع، التزام على البائع أو اللي إحنا بنسميه المورد، التزام إنه ينقل معارف وخبرات وطرق وأساليب كيفية عمل هذه التقنية. إلى جانب في التزام عليه تاني، التزام تاني إن أي تقدم حدث في هذه المعارف أو في هذه الآلات، أشياء حديثة لابد أن ينقلها للمستورد. طبعا بيكون في فترة العقد، فترة العقد ممكن 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين. إذا كان فترة العقد ظهر أشياء جديدة أو ظهر أساليب جديدة للتقدم التقني في هذه الآلة اللي أنا استوردتها منه، لابد أنه يعرفها لي. إذا هو ملزم أي تحسينات بتدخل على الآلة، أي تحسينات دخلت على الآلة في هذه المدة الزمنية، المفروض يمدني بها. عنده التزام تاني أنه يدينا قطع غيار، لأنه
يعني هو يفهمنا كيف تعمل هذه الآلات، وهذه الآلات في حالة توقف أو في حالة العطل يدينا قطع غيار، أو هو يدينا الآلات مع قطع الغيار ويفهمني أن قطع الغيار دي بتتركب إزاي. فإذا ملزم المورد، المورد ملزم أنه يديني المعارف الفنية ويديني الآلة ويفهمني كيف تعمل هذه الآلة وأساليب عملها، وملزم أنه يديني أي أو يمدني بأي تحسينات تدخل على هذه الآلة في فترة العقد، ويمدني بقطع الغيار. ملزم أيضا بالسرية، لأن هذه التقنية الحديثة عادة بتكون سرية، يعني يقتصر العقد بيني وبينه إن هو لا يزيع فاز المعلومات الفنية، لا يزيعها أو يديها لأي واحد تاني، وده احنا بنسميه شرط القصر. شرط القصر يعني يقتصر، أنا المتعاقد معاه يقتصر عليا أنا المتعاقد معاه إنه يديني فعلا المعلومات دي، وملتزم بالسرية، لا يشيع سرية هذه الآلات وكيف تعمل هذه الآلات. وطبعا ملتزم أيضا بالضمان، ملتزم بالضمان إن إذا حدث أي أشياء أو حدث أي عوار في هذه الآلات فهو ضامن أن هذه الآلات ضمن أن تعمل لمدة معينة، ولكن أي خلل فيها هو ملزم بالتعويض. دي احنا بنسميها التزامات المورد اللي هو الذي ينقل التكنولوجيا. طيب التزامات المستورد بقى اللي انا اشتريت من عنده، التزامات المستورد اهم حاجة التزام فيه انه يدفع الثمن. احنا بنتفق على ثمن معين مقابل ذلك، وهو بينقل التكنولوجيا دي والمعارف الفنية دي مش مجانا، وانما هو بينقلها، هو بحالي وبينقلها بمقابل، فأنا كمستورد لازم أدفع هذا المقابل على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق اللي اتفقت معه، أدفع 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 على حسب الاتفاق. أهم التزام للمستورد أنه يدفع مقابل هذه التقنية، اللي هو يدفع الثمن هذه التقنية. نمرة 2، التزام الثاني، دي كلها obligation يعني التزامات مهمة جدا بين الطرفين بيرتبها العقد، انه انا كمستورد المفروض افهم المورد، افهمه التشريعات الوطنية عندي او القوانين الوطنية في بلدي ايه موقفها بالنسبة لهذه التكنولوجيا المستوردة. نفرض ان في عليها ضرائب بياخدوها منه، اقول له انه في ضرائب تدفعها انت لان قوانين بلدي بتقول لك كده. افرض هما يعني القوانين تقول ان احنا عاوزين لابد ان نعرف سر بسيط لهذه التقنية، فالمفروض انا اقول له عندي قوانين في البلد اللي عندي، التشريعات اللي موجودة في بلدي تفرض عليك كذا وكذا وكذا، لازم يكون عارفها، لانه ممكن يرجع، ممكن يقول انا مش عاوز اديهم الاسرار دي، مش عاوز ادي الدوله بتاعتك بعض الاسرار في التكنولوجيا، يرجع على الموضوع. فالى جانب ان انا بدفع الثمن التزام، انه اقول له الالتزام الاساسي انه اقول له القوانين اللي عندي في بلدي بتقول ايه. التزام ثالث اللي هو التزام السريه، برضه انه السريه مش قاصرة على المورد، وإنما أنا كمستورد المفروض فعلا لا يزيع حتى في مرحلة المفاوضات بيني وبينه، لا يزيع أي بيانات أو معارف عن سرية هذه الآلات الجديدة. هذه الالتزامات بيرتبها العقد التقني. إذا أول حاجة هي الرضائية، يا اللي احنا قلنا هما الاثنين الراضيين، في إجابة وقبول، ما فيش غش، ما فيش تدليس، ده عقد أساسي، يعني ركن أساسي من الأركان. الركن الثاني اللي هو قلت لكم ركن المحل، اللي احنا بنسميه بالفرنسية أوبجي، يعني انك انت العقد ده وقع على ايه؟ ايه النشاط؟ هي المعارف، وقع على المعارف والتكنولوجيا يعني والنواحي الفنية، هو ده المحل، يعني ده نشاطنا، دينا المحل هو فعلا كل المعارف الفنية والخبرات الفنية،
هو ده اسمه ايه المحل. وطبعا محل مشروع ومسموح به لانه لا يضر الدولة، واخد بالك. نمرة ثلاثة اللي هو السبب، السبب ان انا ما بستوردش التكنولوجيا دي حتى اضر الدولة او اضر الغير، عدم الاضرار بالغير، وانما انا بستوردها حتى افيد الدولة، افيد الناس، وافيد فعلا ايه العملية الانتاجية، لا استوردها بقصد الاضرار. دي الاركان الاساسية اللي موجودة في العقد العام. في عقد التكنولوجيا عملنا ركن تاني، الركن ده ما كانش ركن في الاول، ده كان دليل اثبات، احنا عملناه ركن. في عقد التكنولوجيا في اربع اركان مش ثلاث اركان، ثلاث اركان اللي هي الاساسيه اللي موجوده في اي عقد، اللي هي الرضائيه ان احنا موافقين، رضا ايجاب وقبول، نمره اثنين المحل، نمره ثلاثه السبب. لكن عقد التكنولوجيا اضفنا له ركن رابع وهو ركن الكتابة، لا بد أن يكون مكتوبا، لا ينفع ولا يجدي ولا يجوز أن يكون فعلا نعمل عقد شفوي، يكون عقد شفوي لا بد أن يكون مكتوبا، يكون مكتوب وموضح فيه التفاصيل، عشان ده عملناه ركن. هو في العقود التجارية الأخرى الكتابة دي تعتبر ركن إثبات، تعتبرش ركن، تعتبر دليل إثبات. لكن في عقد التكنولوجيا الجديد فيه إنه أصبحت هذه الكتابة ركن أساسي. إذن عقد التكنولوجيا فيه أربع أركان، الأركان التقليدية اللي أنتوا عارفينها اللي هي الرضائية، الإجابة والقبول، والمحل، والسبب، والكتابة قفزت وأصبحت ركن أساسي من أركان عقد التكنولوجيا. وطبعا انا قلت لكم الالتزامات الموجوده بين الطرفين، التزامات سواء المورد او التزامات على المستورد. هذا العقد نسميه عقد تكنولوجيا، لانه في عقود اخرى ثانيه، عقود تجاريه غير العقود المدنيه. العقود التجاريه دي اللي هي عقد مختص بالتجاره، ودايما المحل بتاعته وبضائع، انا بتعاقد معاك على اساس تورد لي بضاعه معينه، تورد لي سمك، تورد لي فواكه، تورد لي بتاع، دي بضائع. يعني العقد التجاري ده عقد ينصب على البضائع، لابد ان تكون يعني ده غير عقد التكنولوجيا. عقد التكنولوجيا ده بينصب على المعارف، على المعارف والخبرات والتقنيه الجديده، ولكن ده عقد ينصب على البضائع، صب على خضروات، صب على فواكه، انصب على مأكولات، دي كلها عقد بضائع، انصب على الملابس، ده هو ده المحل بتاع العقد التجاري. العقد التجاري طبعا بيكون فيه طرفين، بايع ومشتري، الى جانب انه الى جانب الاطراف دي لابد ان يكون هناك بضائع، محل بضائع. يعني ما فيش حاجة تاني، لا يمكن أن يكون محل آخر غير البضائع. إلى جانب البضائع دي لابد أن ندفع مقابل هذه البضائع، اللي هو المشتري يدفع مقابل هذه البضائع نقود، نقود اللي هي الفلوس القابلة للصرف مباشرة، نقود اللي أنت ممكن تتعامل بيها. تقول له انا بدفع لك دفع عيني، غير مقبول الدفع العيني، واذا قبلنا منه الاشياء العينيه تكون مقابل هذه البضائع، الاشياء العينيه لابد ان تكون اقل بكثير جدا من النقود. بمعنى ان انا اتفقت معاه ان يورد لي مأكولات، هذه المأكولات بمليون او 2 مليون جنيه، فقال لي انا ما معيش 2 مليون جنيه، انا راح ادي لك مليون والباقي راح اديك شقه بيه او اديك عربيه، لا يجوز. ولكن اذا قال لي انا راح اديك فلوس كاش، راح اديك فلوس مليون ونص، والنص مليون الثاني راح اديك عربيه وبتاع، مقبول. لابد ان تكون النقود القابله للصرف او القابله للتداول مباشره، هذه النقود تكون هي الاكبر من الحصه العينيه. ده اسمه عقد تجاري. عقد التجاري يبقى فيه طرفين،
بائع ومشتري متعلق بالأمور التجارية. نمرة ثلاثة يكون المقابل نقود، نقود أساسي هي النقود. إذا عجزت مع النقود الحصة العينية اللي عاوز يدفعها المقابل تكون أقل بكثير جدا من النقود القابلة للتداول أو التي تتمتع بالقبول العام المباشر. زي ما أنتم عارفين أي أخطاء في أي ركن بتخلف من الأركان دي يبقى العقد باطل، باطل باطل بطلان وجوبي. الركن إذا تخلف أي ركن من الأركان دي أو انعدم يبقى العقد باطل، لا يقوم العقد. لكن البطلان الجوازي اللي ممكن نصلحه إذا كان في غش في بعض غش في العقد أو في خطأ ممكن نصلح، وممكن يبقى بطلان بس بطلان جوازي. ولكن البطلان الوجوبي ده المحكمة حتى انت لو ما عملتوش المحكمة ممكن تحكم به على اساس انه في عقد في ركن من الاركان مش موجود. دول العقدين ببساطة شديدة جدا المهمين في محاضرة اليوم اللي انا كنت عاوز اقول لكم عليهم، وعقد التكنولوجيا والعقد الثاني اللي هو عقد البيع التجاري. البيع التجاري غير العقد المدني. البيع التجاري لابد ان يتعلق بالتجارة، ولابد ان يكون المحل بضائع، ولابد ان يكون المقابل نقدا، مش عيني. العيني يعني مثل جزء بسيط، ولكن المقابل يكون نقد. دول عقدين مهمين وان شاء الله يعني اديكم اسئله عليها في نهايه العام الدراسي. دول عقدين مهمين، وعشان بعد كده المحاضرات الجايه ناخد البيوع، ناخد تقسيط، عقد التقسيط، هنشوف التقسيط. انت ما تدفعلوش مره واحده الفلوس، التقسيط. وناخد الاوراق التجاريه اللي هي الكمبياله، ممكن ناس بتتعامل بكمبياله، والاوراق الماليه ونتعامل بشيكات وهكذا. طبعا انتوا خدتوا في المحاضره اللي فاتت خدتوا السندات والاسهم، واحنا هنلجا ليها مره تاني في المحاضره القادمه. وارجو لكم كل خير، وارجو لكم تركزوا على الموضوعات دي اللي هم العقدين. وراح اقول لكم في الكتاب هي من صفحه كام.